يابا انا مش عارف اعمل ايه. انت قلت لي بطل المدرسه وبطلتها، وعدتني ان انت هتشغلني في المحل بتاعك وما حصلش. انا عايز اعرف يا ابويا انا هعمل ايه. شوف يا اسماعيل، انا ما حبيتش يا ابني اشغلك في المحل معايا، عشان لو اشتغلت معايا هتتدلع وهتبقى من صغرك كده مش بتاع شغل. عشان كده انا اتفقت لك على شغلانه كويسه باجر كويس هتتعلم فيها التجاره على اصولها. هتشغلني فين يا ابويا؟ هتفق لك مع الخواجه ايزاك، عنده محل قماشه في اول شارع الاربعين. خواجه ايزاك؟ بس ده مش يهودي يابا. احنا مالنا يهودي ولا اسبانيولي، المهم انه راجل جدع. وبعدين تجاره القماش دي صنعه محترمه، الزبون داخل خارج يفاصل ويناقش، وكل ده علام ليك يا اسماعيل. غير كده بقى هتقابل ناس من الطبقه العاليه. قول لي يا اسماعيل. ايوه يابا. ستك ام امك ما وحشتكش؟ ياه دي وحشتني قوي يابا. يا ابني، ده احنا بقالنا سنين طويله ما نعرفش عنها حاجه ولا بنسال عنها. ما تقوم يا ابني تروح تقعد معاها يومين ثلاثه او تسليها وتاخد بخاطرها. اللي تشوفه يابا، يلا بينا. ايه من غير هدوم كده؟ خد هدوم معاك. طيب انا هاخد معايا جلابيه كده وطقم غيار، اهم يكفوني يومين ثلاثه. لا خد الشنطه بتاعتك كلها. ليه يابا؟ هلا مش يمكن تمسك فيك تقعد اكتر من يومين ثلاثه؟ ستك كبرت يا اسماعيل ومحتاجه رعايه، اكسب فيها ثواب. فهمت يا ابويا، انا هاخد شنطتي كلها. جدع، يلا حضر نفسك وانا هستناك بره. وقبل ما تمشي عدي على طنط مارجريت سلم عليها، دي بتحبك قوي اسماعيل. وانا بحبها قوي قوي. ما تاخرش يا اسماعيل.